لا، السلام عليكم. المرجو الضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقاء، والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في التعليق. هذه المرة يسألون هذا السؤال، دائما هذا السؤال: عندي ماء زمزم، ماذا أفعل به؟ ما هذا الماء؟ إما أن أنت إذا كان عندك قليل من هذا الماء، وسيكون لك قليلة، ضروري سيكون لك ماء قليل، لن يكفيك لمدة طويلة، فماذا ستفعل؟ أي قراءة قرأت من القرآن تقرأ على هذا الماء، مثلا قرأت سورة البقرة جهرا تقرأ على هذا الماء دائما، يعني هذا الماء سيكون مرقي، ماء زمزم. ماذا ستفعلين به؟ تشربين ملعقة في الصباح وملعقة في الليل، يعني كأنه دواء يوميا، يعني سيبقى إلى مدة طويلة، ربما شهر معك، إذا كنت تشربين ملعقة. أما إذا أردت أن تغتسل به فتمسحين به الجسد، لا تغتسل به، تمسحين به الجسد، يعني منديل وتمسحين به الجسد، كأنك تمسحين شيئا ما، يعني قليل من الماء في المنديل وتمسحين به جسدك، ويكون مقري عليه القرآن، تداومين عليه يوما حتى يقضى هذا الماء إن شاء الله، ويجيب الله الشفاء. أو الطريقة الأولى وهي أن تشرب ملعقة في الصباح وملعقة في الليل، سيدوم إليك يعني مدة زمنية لا بأس بها، اتفقنا؟ فالشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وربما يأتيك الشفاء عبر هذا الماء إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إل